أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. يعني ربما واحد من الأحاديث التي تداولها أهل العراق خلال هذه الأيام هي قضية الورقة البيضاء، هذه الورقة التي طبلت لها حكومة مصطفى الكاظمي وأحزابها وقواها ونقاشات، ويريدون إلهاء الناس بالحديث عن هذه الورقة وكأنها فتح الفتوح الحقيقة، وكأن ويقولون إنها ورقة ستؤدي إلى خروج العراق من أزماته الاقتصادية، وربما يعني والبطالة والفقر وكل هذا سينتهي خلال 3 إلى 5 سنوات، وكذبة كبيرة ومحاولة للتضليل ليس أكثر. ورقة بنحو 100 صفحة، 50 صفحة الأولى منها من هذه الورقة التي سميت جزافا الورقة البيضاء، وهي ورقة سوداء حقيقة، تتحدث عن وصف للحال كمحلل سياسي وكمعلق، تحدث عن وضع العراق اللي يعرفه أبسط الناس في العراق، الوضع الاقتصادي العراق والوضع السياسي بالذات، تحدثون عن الوضع الاقتصادي، والوضع الاقتصادي لم يعد خافيا على كل العراقيين. كل العراقيين لو سألت أي عراقي سيتحدث لك عن الوضع الاقتصادي بطريقة دقيقة جدا، يعرف كل تفاصيله ويعرف من هو المسؤول عن هذا الخراب. عموما وزير المالية في حكومة الكاظمي أراد أن يروج لهذه الورقة، لأن هو وزير المالية هو الذي قدم هذه الورقة باسم الحكومة. قال إنه الورقة تحدث من 3 نقاط، يعني خلال اليومين أو الساعات الماضية، قال إنه الورقة شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية. أهل العراق لا حاجة لهم بتشخيص المشكلات الاقتصادية والمالية، هم يعرفونها وأنتم تعرفونها والكل يعرف. العراق البلد واحد من بين 5 بلدان الأكثر فسادا في العالم، واحد من بين البلدان الأكثر فشلا، الأكثر خرابا، الأكثر تمزقا، الأكثر دمارا، الأكثر فقرا، الأكثر جوعا. هذه قضية منتهية. العراق بلد يأكله الفساد ويأكله الخراب الآن، فما يحتاج لا سياسة اقتصادية موجودة فيه منذ عام 2003، وتحدى وزير المالية ورئاسة الوزراء وكل وزراء أن يقولوا للناس ما هي السياسة الاقتصادية اللي تتبعونها من عام 2003، اتبعتها الحكومات كلها من عام 2003 لحد الآن. يعتمدون على النفط، نظام ريعي، يأتي النفط يبيعونه وتستخرجه الشركات الأجنبية، تأخذ حصصها، وحصصها الله أعلم كم هي حصصها من عقود التراخيص، والباقي يعطونه للعراق وديون على العراق، وهذه تدخل إلى هذه المؤسسة، مؤسسة الخراب والفساد، وتذهب إلى جيوب السراق والفاسدين، والشعب يزداد جوعا وفقرا ومرضا وخرابا ودمارا. و17 سنة لم يقدموا شيئا، أي منجز للعراق سوى منجز الفساد والخراب والدمار، والناس تتظاهر ضدهم. فأهل العراق لا يحتاجون إلى شرح المشكلات الاقتصادية والمالية، هذه وحدة. ويقول بفعل السياسات الخاطئة في السابق. طيب من المسؤول عن هذه السياسات السابقة في السابق؟ ما هذه الحكومة، حكومة الكاظمي، توعدت بالقصاص من الفاسدين، هل قدمت فاسدا كبيرا من الفاسدين هؤلاء؟ تختار بعض النماذج، يقولون في الإعلام فلان وفلان من 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 حواشي هذا الفساد، يضحونه أكباش، يعني كبش فداء، يأتون به ليقولوا ها بدأنا نتصرف ضد الفساد، هذه كذبة ولعبة مكشوفة واضحة. قال أيضا إن الورقة حددت بجرأة، وهذه الجرأة يعني نضع جواها 1,000,000 خط، أهم القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والمالية، وتوسيع مجال الاستثمار والارتقاء بالقطاع الخاص. أي استثمار وأي ارتقاء بالقطاع الخاص؟ الاستثمار يحتاج إلى مناخ سياسي، إلى بيئة آمنة، بيئة ومناخ آمن لكي المال جبان، وهو يعرف، هو وزير المالية يفترض واقتصادي، الناس تأتي لأن البيئة آمنة وثابتة، هناك قوانين تحمي، هناك دولة تحمي، هناك شعب يريد، هناك حكومة ترحب بها، هذه غير موجودة. القطاع الخاص دمرتم القطاع الخاص، أي قطاع خاص؟
والقطاع العام كل ما عامله صفيتوها وانتهت، والصناعه انتهت، القطاع الزراعي انتهت، فاي اي يعني اي من هي القطاعات الانتاجيه والاقتصاديه والماليه التي تعولون عليها لامتصاص كل هذا الفقر وكل هذه البطاله وبعائدات كبيره تقلل من اعتماد العراق على النفط؟ هذه كذبة كبيرة. هذا البناء يحتاج إلى أولاً بيئة مستقرة وثابتة وقناعة وشعب مؤمن بالحكومة وبسلطتها وبرؤيتها وبتفكيرها، والحكومة تعطي للشعب كل الحرية والحق والحقوق وكل الخدمات، وبالتالي هناك ثقة متبادلة بين الحكومة وبين الشعب لكي يتبنى مثل هذا المنهج، هذا المنهج اللي يشجع على الاستثمار، يشجع على الانتاج، يشجع على بناء تراكمي للقطاعات الصناعية والزراعية التي دمرتوها ب 17 سنة، بناءها ليش سهل الآن؟ تحتاجون إلى عقود لبناء هذه القطاعات، وتحتاجون إلى أموال تعادل الأموال التي سرقتموها وأكثر لإعادة بناء كل هذه القطاعات، كل البنى التحتية لكل ما موجود بالعراق قد دمر خلال 17 سنة، فكيف تعيدونها تضحكون على الناس؟ العراق حولته إلى بلد مستهلك، والشعب العراقي إلى بلد مستهلك بعد أن كان منتجاً، بعد أن كان يزرع ويفلح ويأكل من يده ويصنع كل شيء، حولته إلى بهذا الشكل. الورقة يقول سأعمل على رفع مستوى الإنتاج وخفض معدلات الاستهلاك. كيف هذا؟ أي إنتاج؟ وين تنتج هذه؟ بأي مصانع وبأي مزارع وبأي قوة يعني خاصة تنتج؟ القطاع الخاص لا يمكن إنشاءه بهذه الطريقة. هذه كذبة كبيرة، ميليشيات متحكمة بالأسواق، فوضى عارمة سياسية واقتصادية واجتماعية، ولا يمكن لأي ورقة، هذه الورقة ممكن أن تقدم لحكومات مستقرة وشعب مؤمن بهذه الحكومات، أما في العراق فهذه كذبة كبيرة. لذلك سميت هذه الورقة هي الورقة السوداء، لأنها جزء من كل هذه الأيام السوداء، من كل صفحات الأيام السوداء هذه التي جاءت مع الاحتلال الأمريكي للعراق منذ عام 2003 لحد الآن، والتي جاءت بهذه الوجوه الكارحة التي دمرت العراق واختطفت العراقيين، وأشاعت الطائفية سنة وشيعة، وأشاعت كردي وعربي وتركماني وغير ذلك وأقليات، وجاءت بدستور ملغوم، ويريدون الآن بعد كل الفساد وبعد كل الخراب أن يقدموا للعراقيين ورقة يقولون إنها ستنقذ العراقيين. هذه كذبة كبيرة. أنتم من أوصل العراق إلى الإفلاس، إلى الدمار، إلى الخراب، وأنتم من تتحملون كل هذه المسؤولية، ويريدون أن يحملوها للشعب، وعلى الشعب أن يعني يتحمل الضيم ويضحي أكثر. أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله.